أود على إعدام الشيخ الشهيد العالم الجليل نمر باقر النمر، هو الرد الزينبي، أن تقف، أن يقف الناس جميعاً ليقولوا الحق كزينب في مجلس ابن زياد ومجلس يزيد بن معاوية، ولا تخاف من أحد ولا تحسب أي حساب. الدعوة إلى صرخة زينبية بوجه الطغاة والتي أطلقها سيد المقاومة في هذا العصر تردد صداها في الإحساء وعلى لسان الشيخ حسين الراضي الذي أعلنها مدوية بوجه طواغيت آل سعود والخونة من الحكام العرب ممن اختاروا الوقوف في جبهة الباطل التي تقودها الدولة العبرية بوجه جبهة المقاومة التي أعادت لهذه الأمة كرامتها. إنني وبكل صراحة أعلنها صرخة مدوية، إذا كانت جريمة حزب الله قتاله للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين وقتاله للتكفيريين الداعشيين، فأنا مع حزب الله في هذه الجريمة التي لا أتوب عنها أبداً. إنهم أبناء مدرسة الحسين الذين يأبون السكوت على الضيم والذل ومهادنة الظالمين ولو كلفهم ذلك حياتهم، وهذا ما فعله الشهيد الشيخ نمر النمر الذي أعلنها وبكل وضوح في أن لا خير في عيش بلا كرامة ولترخص الدماء من أجل الدين والقيم. أقصى ما تفعلون هو الموت مرحبا بالشهادة في سبيل الله، لن تنتهي الحياة بموت الإنسان، تبدأ الحياة الحقيقية بموته. إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار. وهي ذات الكلمة التي أطلقها من قبل الشهيد السعيد محمد باقر الصدر الذي قال بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمقارعة نظام البعث الصدامي ولو كلفه ذلك حياته. إنها المدرسة الزينبية التي تشحذ الهمم وتستنهض أتباعها لقول كلمة الحق، فلم يعد السكوت مجديا بعد أن بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر يشع بالكرامة المعفرة بدماء الشهداء. وأما من يرتضون الذل والهوان وتحت مختلف المسميات والذرائع فقد ضاقت بهم مدرسة الحسين ذرعا وهم يدعون الانتساب لها، فلا خير في عيش الجبان يحوطه من جانبيه الذل والإملاق. مبايعا مولاي خادم الحرمين الشريفين